الوداد يحصد الأخضر واليابس. نال فريق الوداد الرياضي المتوج في الموسم الجاري بلقب دوري أبطال إفريقيا والبطولة الاحترافية والذي بلغ نصف نهائي كأس العرش جائزة فريق السنة، بينما حصد مدرب الفريق وليد الركراكي جائزة أفضل مدرب بعد أن نافس على ذلك مدرب المغرب الفاسي عبد الحي بن سلطان ومدرب الجيش ستيفن فاندربريك. وحاز يحيى جبران عميد الوداد الرياضي على جائزة أفضل لاعب في البطولة متفوقا على محمد زريدة لاعب الرجاء ورضا سليم لاعب فريق الجيش الملكي، بينما آلت جائزة أفضل هداف للكونغولي جيم بينزا هداف البطولة الاحترافية ب16 هدف. ونال يوسف دايو جائزة أفضل لاعب أجنبي بالبطولة. بالنسبة لأفضل لاعب يمارس بالخارج، اختير أشرف داري كأفضل لاعب يمارس في الخارج، كما تفوق ياسين بونو حارس مرمى عرين المنتخب المغربي ونادي إشبيلية الإسباني على زميله منير المحمدي حارس مرمى نادي الوحدة السعودي ليحصد جائزة أفضل حارس مرمى بالمغرب. وعلى صعيد البطولة الاحترافية آلت نفس الجائزة لأنس الزنيتي حارس الرجاء بعد أن تنافس على ذلك كل من رضا التقناوتي حارس الوداد والمهدي بن عبيدة حارس الفتح. وآل لقب أفضل لاعب واعد للمهدي مباريك لاعب الفتح الرباطي على حساب سفيان بن جديدة لاعب فريق الرجاء وعبد الله حيمود لاعب الوداد. تجدر الإشارة إلى أن لاعب فريق الفتح الرباطي المهدي المباريك يقترب من التوقيع للفريق الأحمر إذا آلت المفاوضات إلى ذلك بين مسيري الوداد والفتح.